واحد اتنين تلاتة. ايه ده؟ الله جميلة قوي. اه طلعت من العلبة في ثانية. ازيك صحابي عاملين ايه؟ ازيكم يا اصحابي؟ ايه العربيات الجميلة دي؟ الله العربية جميلة. انا اكتر واحدة عجباني دي. الله اوبا. ايه ده؟ بس دي مش لعبتنا النهاردة اصلا. بجد؟ شوف البوابة بتتفتح ازاي؟ كل العربيات كده البوابة بتتفتح. وعلى فكرة دي مش بلاستيك، دي معدن حديد. دي عربيات حديد قوية وحلوة يعني. خالص. فبصي لو سيبناها كده. الله 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 الله، حلوة قوي. يلا نحطها مكانها بقى ونسيبها. اه انت عارفه احنا جايبينها ليه العربيات دي اصلا؟ ليه؟ عشان العربيات دي بتاعت الحد جايبينه النهارده معانا. يعني ايه؟ ناس جايين. اه ناس جايين. بس العربيات دي بناتي، عليها ورد كده وشكلها جميل. يعني اللي جايين النهارده بنات ولا صبيان؟ أيوة. بنات. بنات؟ طب تعالي كده نجيب. تا 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 تا. ايه ده؟ ايه ده؟ مين دول؟ دي مين دي؟ ده عروسه كتكوته. اه عارفه مكتوب على العلبه ايه؟ ايه؟ فتيات الموضه. ايوه. ايه ده؟ يعني العرايس دول بتوع الموضه؟ اه. ايه ده؟ دي ده معاها شنطه سفر وشنطه ايد ومعاها ايه ده؟ فراشات وتوك وحاجات جميله كده. ولابسه هدوم جميله قوي، لابسه جيبه زرقاء وجزمه، لا جيبه لبني وجزمه زرقاء كحلي كده وبلوزه بيضاء وطاقيه حمراء. الله بتحب شعرها اسود. ايه؟ ايه؟ الابيض. الابيض. طب هنشوف دلوقتي. اه في عروسه. طب عندنا كمان تا 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 تا. دي بقى بتحب البينك. دي بتحب البينك؟ الله دي شنطه السفر بتاعتها سودة وشنطه كحلي بتاعت الايد كحلي والجزمه كحلي والجيبه لونها بينك والبلوزه اللي فوق دي لونها برتقالي وشعرها لونه اصفر وطاقيتها خضراء تركواز كده. ده حلو قوي. طب هم دول بس ولا في كمان؟ كمان. لا في كمان. الله 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 الله. دي شنطتها بينك بتاعت السفر، شنطه الايد بتاع ده لونها ودي طوبي كده احمر وجزمتها حمراء اللون الاخضر. اه وعارفه البلوزه بتاعتها الجيبه بتاعتها ايه؟ لبني والبلوزه برتقالي. أوه. وشعرها بني. ايوه. والطاقيه بتاعتها لونها اصفر. دي بتحبها جنبها. هنشوف. طب لسه في واحده، اخر واحده، عشان هم اربع عربيات طبعا لازم يبقوا كام عروسه؟ اربع عرايس. تا 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 تا. الجيبه برتقالي ودي بتحب الاحمر. اه جيبتها برتقاني والشنطه السفر برتقاني بس الشنطه طوبي والجزمه لونها طوبي احمر كده والبلوزه بتاعتها موف وعليها رسومات جميله قوي وطاقيتها بيضة. الله حلوه قوي. والجيبه برتقاني. والجيبه برتقاني. اه والجيبه برتقاني. بس في حاجات لونها اسود. ده ايه اللي ظهره لنا لونه اسود ده؟ يا ترى يا ترى يا ترى. طب انا عندي فكره حلوه. ايه؟ تعالي نجيب العصايه السحريه ونطلعهم. يلا. بس على فكره في حاجه انا عايز اقول عليها بس قبل ما نجيب العصايه السحريه. ايه العرايس دي؟ عارفه العرايس دي اصلا ايه؟ ايه؟ دي مكعبات. ايوه مكعبات بس جايه متركبه جاهزه بقى، انا مش هنتعب فيها ولا حاجه. ايوه صح. طب يلا يا اصحابي نجيب العصايه السحريه بتاعتنا. وريها لنا كده. الله عصايه جميله. نعمل بقى نطلعها من العلبه. نعمل كده تقوم طالعه من العلبه على طول. أيوه. نطلع انهي واحده الاول؟ نطلع دي. دي؟ لا انا عايز بالترتيب. نبدا من اليمين ولا الشمال؟ انا عايز ابدا من هنا. من هنا؟ طيب يلا ابتدي. واحد اتنين تلاتة. ايه ده؟ الحقي. الله ده طلعت من العلبة. الله ووقفت ومسكت الشنطة بتاعتها. الله مسكت الشنطة. ورد. وريني ورد ده كده. الله انت عارفة دي ايه؟ مش ورد. ايه؟ حاجات دي ورد وفراشات وحاجات كتيرة. اهي بنفك واحدة من دي بتتقطع كده بتتقطع كده بتتفك. وبعدين بنقوم مثبتينها في الطاقية بتاعتها من هنا في فتحة خرم اهو في الطاقية بنثبت فيها واحدة من دول. يعني هي كل يوم ممكن تغير واحدة من دول. ايوه فهمتي؟ بس شكلها جميل قوي. وعارفة كمان بتعمل ايه؟ بتلف إيه؟ وشها كده ووشها كده. يعني ممكن تلف كده وممكن تلف كده. اه انا شلتها من القعدة اللي كانت واقفة عليها. ممكن تفتح رجلها شوية ممكن تلف راسها واخدة بالك والطاقية ممكن تتشال. الله ده جميلة قوي. شعرها ممكن يتشال. اه ممكن كل حاجه تتشال بس شكلها تحفه.
تحفه قوي. استني استني مظبوط الطاقيه شويه خليها كده حلوه قوي. أيوة. يلا نوقفها تاني على القعده بتاعتها. على فكره القعده دي فيها كذا مكان ممكن تقف فيهم، يعني ممكن تقف هنا وهنا، ممكن تقف هنا وممكن تقف هنا او هنا، كذا مكان يعني نوقفها براحتنا. ماشي ماشي. تعالي بقى نوقفها تاني زي ما كانت واقفه الاول. طب يلا بقى عشان نعمل تانيه. ماشي يلا. ليه؟ بس عاجبني قوي العرايس دي. وقفها كده. ده العسل السحريه دي جميله قوي، ده طلعتها ووقفتها في ثانيه. خلي البتاع بتاعتها قدامها كده. ماشي يلا يلا هنعمل تاني واحده يا اصحابي. استني كده هعمل دي. طب ثانيه واحده هتعملي بالعسل السحريه اللي معاكي. يلا استعد يلا. واحد اتنين تلاتة. الله الحقي طلعت. الله الحقي ده جميلة قوي. بصوا يا اصحابي. الله 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 الله. انا عايز اشوف الشنطة الجميلة بتاعتها دي كده. استني ده اتفكت. استنوا بتتركب عادي. انا جيت افك الشنطة فكيت ايديها. انا عايز اوري لكم حاجة في الشنطة. ايه عايز اوري لهم ايه؟ بس ها بصوا شايفين الشنطة اهي. ايوه هاتك. الله ايه ده؟ ده بتتفتح. الحقوا يا اصحابي، ده الشنطه ممكن تتفتح ويتعان فيها حاجات. انت عارفه انا هقول لك على فكره حلوه؟ تعالى لما نفك التوك دي نحط لها توكه فوق او اتنين على حسب. ايوه انا دي بتاخد اتنين ففيها فتحتين اهي. انا انا هحط لها طب اتنين. طب استني بس لما نيجي نحط لها، يعني قصدي مش دلوقتي. نبقى نحط لها توك في شعرها والباقي نعينه لها في الشنطه دي. أيوة. ونقفل كده، ايه رايك؟ ماشي. تبقى حلوه؟ فكره حلوه؟ ايوه فكره حلوه جدا. ماشي يلا نقف دي كده. يلا نعمل الثانيه. الثالثه بقى احنا عملنا الثانيه اهي. يلا استعد. الثالثه هي اصحابي. يلا هات العصايه السحريه بسرعه. قادره اجيبها لك اهي. يلا يلا نبدا مع بعض. واحد اتنين ثلاثه. ايه ده؟ الله جميله قوي. ده طلعت من العلبه في ثانيه. بصي الله الطاقيه فيها مكان اهو للتوكه برضو، بس التوك بتاعتها لونها فوشيا ولا بينك؟ ده مش عارف. ده بينك بقى. لا ده فوشيا عشان الشنطه هي اللي بينك اهي. والشنطه بتاعتها جميله قوي. استنى ما نفتحها كده. الله ده حلوه تحفه، جميله قوي الشنطه دي. والشنطه اللي في ايدها كمان على فكره يا اصحابي ممكن نعين فيها حاجات. بصي استنى ما اوريها لاصحابنا. والتانيه بتتفتح اهي. الكبيره بنحط فيها حاجات، ودي دي تتفتح اهي بنعين فيها حاجات برضو، بس الكبيره احسن يعني. ماشي. الصغيرة دي ممكن نعين فيها التوك، قصدي الفرش بتاعتنا. حاجات صغيرة يعني. طيب ايه رأيكوا بقى نفتح اللي بعد كده؟ يلا انا يلا يا اصحابي. يلا واحد اتنين تلاتة. الله شنطتها برتقاني. ايوه ده لون الجيبة بتاعتها. الله استني وتهيأ بتاعتها كبيرة، فيها مكانين للتوك يعني. شكلها جميل قوي وجزمتها حمراء. يعني احنا عندنا اتنين جزمتهم حمراء واتنين جزمتهم ده موف. على فكره الجزم دي انا كنت فاكرها كحلي ازرق كحلي، بس طلعت موف. دول موف الاتنين الاولانيين والاتنين التانيين لونهم احمر. طب يلا الشنطه جميله قوي. ها مين بيحب الالوان؟ العربيه. يعني كل واحده هتختار عربيه. دي ها قولي يلا انت بتحبي ايه. طب استنى اكتر عروس عجبك ايه؟ دي تاني واحدة دي. شكلها جميل قوي فعلا. عارفة انا اكتر عروسة عجباني مين؟ مين؟ كلهم طبعا. دي ودي 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 بس. وانا عاجبني دي بس. لا كلهم جمال قوي. بص يعني الباقيين مش عاجبينك؟ لا عجباني. حلوين يعني. حلوين. بس دي اكتر واحدة يعني. انا فاكرك عاجباكي دي بس يعني. لا طيب بصي بقى تعالي نجيب التوك نفكها. يلا ماشي. أنا بصي يا اصحابي استنى ما اقرب شويه كده عشان نجيب نوريهم بس التوك وهي بتتفك. انا هفكهم كده ثانيه واحده اهو. واحد اثنين، هي كل واحده معاها ست توكات. ثلاثه اربعه خمسه. انا هفك اللي معايا انت. سته ماشي. طب ثانيه واحده، لا نوريهم لاصحابنا احسن. طب قولي لي اختاري لي اثنين من دول عشان نحطهم في شعرها. بس نحطهم في شعر في قصدي في الطاقية. لا في الطاقية بتاعتها. ها دي الفراشة. ماشي وايه كمان؟ قصدي ماما احنا بناخد اتنين. انا قصدي دي. دي وايه والفراشة؟ لا دي ودي الاتنين زي بعض. ورد زي ورد مختلف يعني. ماشي. طب هنحط دول كده. بص انا هحط التانيين في العربية في الشنطة بتاعتي. الشنطة. استني حاسب ايدك كده. حاضر.
بصي يا اصحاب الشنطه اهي، هاتي كده اللي هيتحطوا في الشنطه. يلا استنى بس، دول ثلاثه، خدي الرابعه اختنا ماشي. استني ده نزلت تحت اهي يا اصحاب. نقفل بقى الشنطه، حط لها يلا يلا. ها حطي انت، يلا حطي انت هنا يلا دي. اكتبيها هنا بتاعت دي، انت تكتبيها مع عروسه ثانيه. ها لو مش عارفه قولي لي انا عامل. شاطرة، الله جميلة قوي. أيه. حلوة قوي قوي. ايه عايزين المرة الجاية ما نختارش وردة، نختار حاجة تانية يعني، نغير كل مرة الشكل يعني. الله شكلها جميل جدا. طيب تعالي نعمل تاني واحدة اللي هي الصفرة دي. ايوه نختار واحدة. هنفك البتاعة بتاعتها دي ماشي؟ ماشي. قوم بسرعة. ها؟ بسرعة. ماشي دي بس اللي طاقتها صفرة دي بنحط لها توكه واحده بس لان الطاقيه فيها مكان واحد بس. عارفه. طب اختاري لنا يلا واحده. ماشي. ها بس حاجه بقى كبيره او براحتك انت زي ما انت عايز. دي ايه بقى؟ دي ورده. ورده ورا لاصحابنا كده. حلوه قوي. طب استنى انا هعين بقى دول اللي في الشنطه الاول اللي معايا دول. انا هعينهم معاك. تدعينهم انت؟ ايوه. طب عين. وري اصحابنا عيني بايدك التانية عشان اصحابنا يشوفوا. حاضر. ها يلا كده خلاص خمسة هنا كلهم. ايوه. نقفل الشنطة بتاعتنا، يلا ركبي لها التوكة كده. ها بس الله ده وردة جميلة قوي. يلا نحطها مكانها. يلا نعملهم. طب افكيهم يلا، حطي في ايدي هنا يلا. اختار انا دي؟ لا اختاري لها انت. ايوه ماشي. انا عايزه، انا مستنيه دي. اختارها دي، تحطي توكتين خلي بالك. ماشي. يلا يلا وريني كده هتختاري ايه الاول. اثنين. اختار لها واحد قلب. قلب ماشي. اختار لها ايه تاني؟ ها وفراشه ودي. جميله. طب هاتيها يلا عشان نحط فيها دول. حاضر. هاتي العروسه الاول. العروسه نحط عينهم في الشنطه الباقيين دول. اتفضل. يلا الشنطه السوداء جميله. عينهم. بس بيديك التانية، بيديك التانية عشان يبان. واحدة وقعت. مش مشكلة بس خدي دول الأول، خدي دول الأول. ها الله خدي اللي وقعت أهي. يلا نقفل الشنطة. استنى واحدة. ماشي. استنى أنا هجيبها. هي اتحشرت جوه ولا إيه دي؟ استنوا يا أصحابي، ده نزلت تحت خالص. جيبها أنا. خلص أهي. يلا. نقفل الشنطة. يلا وريني بقى التوك اللي أنت اللي هتعملها لها شكلها إيه؟ جميلة دي. الله ده لونها اصفر تحفة. بصي انا هلف بس دي الناحية التانية او خليها. الناحية التانية. خليها تبقى طرف بتاع كده. اسمعي بس. لا سواء كده اهو كده. معمول على طرف ال طيب. طب يلا. يلا. ها. الله جميلة قوي. طب هنعملها لك. ايوه شاطرة. برضه دي هنعملها كده على حرف الطاقيه كان عشان اللي يبص من الجنب كده اهو التعيده تشال. استني استني اصحابنا ما شافوش شكلها لسه والطاقيه بتشال. انا بقول لهم ايه ده؟ انا ركبناها الطاقيه بسرعه. ده اللي طلع الله من شعرها جميل قوي. شفت شعرها عامل ازاي؟ حلو قوي. يلا بقى انا عايز اركب العربيه. ما ينفعش كده. حاضر حاضر. مين اللي ده كلهم عايزين يركبوا العربية. هات لنا بقى اخر واحدة اللي هي دي. يلا هنفك ال حطوهم انا. ماشي فكهم يا اصحابي. اختار انا واحدة التوكة كمان. ماشي. وانا اللي هحط في الشنطة. طيب طب استنوا يا اصحابي اختار لها ايه. حاجة ما عملناش قبل كده بس الورد مش يعني قريب من بعضه صح؟ اختار لها. بص انا هختار لها الوردة الجميلة دي. ماشي. وايه تاني؟ اهي خلاص هي واحدة بس. صح. تاخد واحدة بس. الله شكلها حلو قوي في الطاقية. يبقى لك دي. افتح لك الشنطة يلا. حطي كده. دول كام؟ دول تلاتة. يلا حطي أربعة. خمسة. نقفل بقى كده. الله. يلا هي أول واحدة دي تركب. هيركبوا العربيات الجميلة؟ على فكرة احنا ما قلناش حاجة، في حاجة نسينا نقولها. إيه؟ كل واحدة ليها عربية من اللي ورا دول وليها بيت كمان من اللي ورا دول
في مدينة الألعاب هتسكن فيه. أيوة. الله، بيوت مدينة الألعاب جميلة قوي قوي قوي. طب يا ترى يا ترى كل واحدة هتاخد انهي لون؟ خليكوا معايا يا اصحابي عشان نعرف كل عروسة هتختار عربية لونها ايه. دلوقتي يا اصحابي الوقت جه عشان كل عروسه من دول هتختار العربيه بتاعتها. يا ترى العربيه الخضراء دي هتروح لمين؟ هقول لك على حاجه، خلي العربيه اللي تختار تمشي وتقف عند حد منهم. يلا يلا بي 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 بي. وقفت عندي دي. بصي اوريكي حاجه. الله، شفتي بتنور مبسوطه ازاي؟ الله. طب يلا هاتي بقى العربيه البنج بقى تمشي تروح عند مين؟ بي 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 بي. الله، وقفت عند دي. الله الله، هي كمان بتنور. يلا العربيه اللي بعدها البيضه يا ترى هتمشي عند مين؟ ترجع بظهرها وتمشي تمشي تمشي تمشي. بي 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 بي. الله، وقفت عند دي. الله 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 الله. الحمراء ماشيه 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 يا اصحابي. الله 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 الله. ايه ده، وقفت عندي دي. الله 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 الله، دي بتنور كمان. شفت الخضراء قالت اشمعنى كلهم باصين الناحيه الثانيه؟ هتقوم لفه وشها هي كمان. الله الله الله، يعني العروسه ام طاقيه حمراء دي اختارت العربيه التركواز، والعروسه ام طاقيه تركواز اختارت العربيه البينك، والعروسه ام طاقيه صفراء اختارت العربيه البيضاء، والعروسه ام طاقيه بيضاء اختارت العربيه الحمراء. وبكده يا اصحابي يبقى خلصنا الفيديو الجميل بتاع النهارده. طبعا العرايس دي هنجيبه لكم تاني في مغامرات جميله والعاب جميله بعد كده. ايوه. ها، عايزه تقولي ايه؟ خلي بالكم يا اصحابي، انا من زمان ما شفتكوش، انا اصلا ما شفتكوش قبل كده. انا أيوة مبسوطه عشان... اللي انا شفتكم. يا لسه جايه جديد، اول مره تيجي النهارده. ايوه. ما تنسوش يا اصحابي تعملوا لنا لايك تحت الفيديو. نعد خمس عدات، 1 2 3 4 5 لايك. كلكم اعملوا لايك بسرعه يا اصحابي، واللي لسه ما اشتركش في القناه يشترك معانا بسرعه، ويا ريت نفعل الجرس. ده الورق، اعملها الورق. الله. يلا يا اصحابي مع السلامه. يلا احنا هنلعب احنا بقى بالعربيات وبالعرايس. ايوه. هنقول لكم انتوا باي، ومش هنقول لكم برضو على اللعبه بتاعت بكره الجميله المفاجاه. باي، الى اللقاء يا اصحابي، مع السلامه. أيوة.